لتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عبر الهاتف رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. أهلا بكم دكتور. إلى صدر رافدين، الرئيس الأمريكي ترامب وصف قمة السبع بأنها ناجحة جدا، هل تراها كذلك في ظل الخلافات البينية فيما بين المشاركين في القمة مع أمريكا؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. بس تصليح بسيط، أنا رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية. ردا على سؤالي، الحقيقة هو طبعا هو نجاح للرئيس ترامب، لكن هيبقى يعني ما حدث بيسبب مشاكل لكل الدول الأوروبية بل للعالم كله الحقيقة، فيما فيهم إيران وكوريا وروسيا وكله، لأنه هو الرئيس ترامب الحقيقة دلوقتي فهم الجميع أنه لا يعني كثيرا ولا يكترث بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية، أو يسير منفردا ويسير بدون يعني احترام أو مراعاة لما حدث وما التزمت به الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي. فطبعا هو خرج من اتفاقية المناخ وبيطالب أوروبا أنها تدفع أكثر مثلا بالنسبة للناتو في العملية بالذات في مسألة السلاح والدفاع وخلافه، والكثير يعني اللي احنا سمعنا. والنهاردة يعني بينظر الحقيقة يعني بعدم اكتراث لهذا المؤتمر القمة اللي هو الجي 7 اللي هو معقود حاليا في كوبيك سيتي اللي هي عاصمة لولاية كوبيك، لأنه يعني حتى قصر مدته، والمفروض المؤتمر يومين، هو أعلن أنه هو يحضر يوم عودة يتجه إلى سنغافورة عشان يعني يستعد لمؤتمر القمة الآخر مع نورث كوريا أو مع شمال كوريا. فزي ما احنا بنقول، احنا مع شخص لا يتعامل بالأعراف والتقاليد، يعني الخطط المعروفة أو التكتيكات المعروفة في الساحات السياسية والدبلوماسية في العالم هو لا يتبعها، فلذلك بيسبب ارتباك شديد، بحيث ان هو يعني حتى رفض انه يعطي نصف ساعة من وقته ويتقابل بطريقة انفرادية مع رئيس وزراء بريطانيا. في الغالب هو يعني بيحاول يتهرب من هذا، لانه يعلم ان هي كانت تجيء كمتحدث باسم المجموعه كلها، لانهم كلهم حاولوا معاه يعني في الايام الماضيه والاسابيع الماضيه، لكن هو رفض ان هو يتعاون يعني بالطريقه التقليديه كما نقول. نعم استاذ دكتور صفي، يعني اوروبا قررت فرض رسوم عقابيه على المنتجات الامريكيه كرد على الرسوم التي فرضها ترامب على المنتجات الأوروبية، يعني برأيك إلى أي مدى سيؤثر القرار الأوروبي على شعبية ترامب في الولايات المتحدة؟ هو طبعا يوم ما تزيد الأسعار في، بس ده هياخد وقت، يعني هياخد يمكن شهور طويلة أو يمكن سنة عبال ما يحس المستهلك الأمريكي إن هذه الخطوة سببت له ضرر، مع إنه هو بطريقته طبعا الفصاديه الحنجوريه الرئيس ترامب يعني بيدغدغ مشاعر الامريكيين البسطاء اللي هم لا يعرفوا ان اولا برضه نرجع ثاني للتقاليد والاعراف وهكذا، المفروض ان مشكله زي كده تناقش في يعني التجاره العالميه، في منظمه التجاره العالميه اللي بتجمع كل الناس، مش يعمل عمل انفرادي كما هو يعني بدا فيه، يعني انفراديا راح يعلي الضرائب على كندا وعلى المكسيك وعلى اوروبا. هذه دي بتضع الناس في حيره، يعني العالم كله في حيره، لكنه انا في اعتقادي هتاخذ وقت قبل ما المواطن الامريكي يعرف ان هذه التحركات هذه القرارات الحقيقه بتضر الجميع، بتضر بأوروبا، بتضر بكندا ومكسيك، وتضر بأمريكا والمستهلك الأمريكي، وبترفع الأسعار في كل أنحاء العالم، وتبدأ سباق محموم يعني أو حروب اقتصادية بين الشعوب وبعضها. وهذا طبعا كنا تخطيناه، لكن يعني ظهرت في عصر ترامب هنجد أشياء كثيرة
بتنعكس على الرؤساء اللي قبله. نعم، يبدو أن الخلافات كانت السمة الأبرز لهذه القمة، مع ذلك حاول الرئيس الأمريكي ترامب أن يظهر تقارب في المواقف بشأن الأزمة الإيرانية. هل تغير برأيك الموقف الأوروبي تجاه الأزمة أم أن ترامب نفسه هو من سيغير موقفه؟ لا، أنا أشك طبعا، لأن أولا مسألة الاتفاقية النووية مع إيران كانت مفيدة للجميع بما فيه أمريكا، لكن طبعا احنا نعرف في ضغوط صهيونية وخلافه جعلت القرار يأتي هذا، يعني بشيء الحقيقة مؤسف ان هو يقطع الاتفاقية. اعتقد ان الاوروبيين سيصروا على الموقف ويحافظوا على ايران بقدر الامكان. هو هي يعني حتى قبل وصوله الى كندا، يعني هو واصل في واشنطن قبل ما يركب الطائرة، هو يعني رفع يعني موضوع لم يكن مطروح اساسا على هذا الاجتماع، اللي هو لماذا لا نعيد روسيا؟ فهو بيربك الجميع بهذه التصرفات التلقائيه، او يعني ممكن البعض يقول هي تصرفات الحقيقه فيها جموح وتهور وخروج وشذوذ عن القواعد، لان مساله روسيا دي مساله يجب ان تطرح على الطاوله الاول وبعدين يناقشوها جميعا، مش يفاجئهم كانها تضاف الى جدول الاعمال بدون تخطيط ولا بدون مراعاه. يعني هو في كل تصرفاته الحقيقه بيربك من حوله، من يحاولون ان يكونوا حلفائه او يستمروا معه كحلفاء. يعني نعم دكتور. نعم الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصريه الامريكيه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.